النهاردة هنعمل مع بعض زيت للشيب، حاجة كده رهيبة، هيعالج كل مشاكل شعرك حرفيا. شعرك مش بيطول، شعرك اتساقط، شعرك متهالك، شعرك بيقع، شعرك فيه شيب، اي مشكلة في شعرك النهاردة هنعمل شوية زيت ما شفتهمش قبل كده. زي ما قلت لك يا نور عيني، بص على مكونات الوصفة وانت هتعرفي قد ايه الوصفة دي كفاءة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي وحبايبي، اخباركم ايه؟ احلى امارات، يا رب تكونوا بخير وبصحة وانا وسعادة. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة العام الهجري الجديد، ربنا يا رب يجعلها سنة خير عليكم وتحققوا فيه كل اللي نفسكم فيه يا أحلى أمارات. تعليقات كتير بقى، وعايزة أقول للإخوة اللي انضموا لقناتنا جديدة، عندك ملف اسمه ملف الشيب، هسيبهولك في أول تعليق، فيه كل وصفات الشيب من كريمات شيب لشامبو للشيب لصبغات لحاجات كده كتير، هسيبهولك في أول تعليق هو وملف الصبغات وبقية ملفات القناة. هنصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونتكلم بقى عن الفيديو بتاع النهاردة. النهاردة يا قمر هنعمل مع بعض زيت زي ما قلت لك هيعالج كل مشاكل شعرك. وعشان نعالج صح او نتكلم صح كلام علمي، قلت لك قبل ما تحل المشكله اعرفي ايه سبب المشكله عشان تعرفي تعالجيها. هو انا ايه اللي بيعمل لي شيب؟ ايه السبب اللي انا لسه في العشرينات او ناس ب 15 و16 سنه وابص الاقي ان هم عندهم شيب؟ قلت لك اسباب الشيب كتير جدا، اولها طبعا اللي احنا كلنا عارفينه ان هو سبب وراثي، مامتي وبابايا كده، فطبيعي ان بيطلع الاولاد عندهم شيب. ممكن يكون مثلا لو واحد راجل مدخن، فطبعا التدخين الكتير بيسبب شيب. ممكن لو حاله نفسيه تعرضتي لصدمه، مضغوطه، زعل، قدر الله حاله وفاه، فبرضه يسمع معاكي في شيب. ممكن يكون نقص فيتامينات معينه، نقصك فوليك اسيد، نقصك نحاس، نقصك زنك، كل دي حاجات طبعا بتؤدي معانا الى شيب. وتيجي الحاجه الاخيره اللي عاوزه اقول عليها، ويمكن اول مره اقولها وانت ذات نفسك هتستغربيها. من كام يوم كده كنت عامله وصفه للشيب في التعليقات، فلقيت واحده بتقول لي يا رشا، يعني كانت انا طلعت لك مره قلت لك واحده قالت لي انا ابني 14 سنه وعنده شيب، كانت واحده قالت انا ابني 9 سنين وعنده شيب، تمام. فجالي واحده بقى كان سؤال غريب جدا، ان واحده بتقول لي يا رشا انا ابني 4 سنين، ومجرد ما واحده شافته وقالت له انت شعرك تحفه قوي كده ليه؟ عايزه اقول لك ما كملناش اسبوع وعنده شيب، ورحنا للدكتور واثنين وثلاثه واربعه ومفيش فايده، ونفسيته زي الزفت واحنا برده متضايقين وكده. عايزه احط لك بند وانت هتستغربيه مني، يعني ازاي دكتوره جامعيه بتتكلم في الحته دي؟ بس صدقيني الحته دي خلي بالك منها، قد يكون الحسد، وهتستغربي من كلامي، سبب في الشيب وسبب في التساقط وسبب في حاجات كتير. واظن الناس اللي قاعده قدامي دلوقتي ممكن يفيدونا في الموضوع ده. تلاقي واحده تقول لك والله ده انا كان شعري كان قد كده، وواحده دخلت عليا وانا بسرحه قالت لي شعرك جميل، وحصل له 1 2 3 4، ده انا بنتي كانت مولوده شعرها جميل، مين شافها قال لها شعرك كذا بقت صلعه او جالها ثعلبه او اظن الموضوع دوت كلكم حاسين، واللي حد حصل قدامه حاجه زي كده يقول في التعليقات. ما تستهونيش بالحسد، الحسد مذكور في القران، والحسد بيوصل القبر، مش اللي هو واحد مثلا تقول لك يعني هو الحسد يا رشا يعمل شعر ابيض، الحسد يعمل كل حاجه. يعني هو في اكتر من ان الحسد ممكن يدخل الانسان القبر اصلا، ربنا يحفظنا يا رب. على طول تحصني نفسك، على طول تقولي اذكار، على طول تحصني ولادك، على طول كلمه ما شاء الله اللهم صل على النبي دي في لسانك، سواء اللي قاعد بقى قدامك حد ما عندوش دم، حد اللي هو حسود، حد حقود، فاللي هو انت على طول في لسانك، اي حد يعلق على حاجه لابنك حاجه لبنتك على طول يكون في لسانك ما شاء الله اللهم صل على النبي. عشان كده حتى انا جيت قلت لها كده بنتي رقيق، يعني اللي هو بتقول رحنا للدكتور واثنين وثلاثه وبتاع، مستنيه مني وصفه، لا اللي هو ارقيه حصنيه عشان دي عين فعلا، بس 4 سنين هيجي له شيب كده فجاه من ايه الا لو وهي فعلا بتقول لك في ناس حسدوا. ربنا يحفظ اولادكم، خلي بالكم من الحسد لان بيسمح في حاجات كتير زي ما قلت لك في شعر وفي تساقط، وباللي كده اتكلمنا ان الحسد ممكن يعمل لك حشرات في البيت وانت تكون اصلا بيتك نظيف وحاجات كتير جدا، فربنا يا رب يحفظكم من كل شر. هنتكلم بقى عن وصفه النهارده، وصفه النهارده من الحاجات التحفه جدا، برده تنفع اطفال وتنفع كبار ونتيجتها هايله. اول مكون معانا النهارده يا نور عيني اي نوع زيت عندك، تمام؟ اي نوع زيت عندك. انا هشتغل بايه؟ هشتغل بزيت الحنه. زيت الحنه ده من الزيوت القمر قوي اللي انا شخصيا بفضلها لنفسي. ليه يا رشا؟ علشان زي ما قلت لك زيت الحنه يعني بالبلدي كده مش هيسيب مشكله في شعرك الا لما يحلها، لدرجه انك لو عندك زي اكزيما بتهرشي في شعرك مع الحر بقى، طبعا طول النهار قاعدين بترحب بلستر مثلا في شغلنا، بتتعرضي لحراره الشمس، ففي ناس تقول لك يا رشا انا عندي، والسؤال ده كتير جدا في التعليقات، انا على طول بهرش في شعري في الحر وعندي زي اكزيما. زيت الحنه من الحاجات اللي بترطب الشعر وبتشيل معاكي موضوع الحكه اللي بتيجي في فروه الرؤوس. زيت الحنه من الحاجات اللي بتشيل معاكي القشره لو انت عندك مشكله قشره في شعرك. زيت الحنه بينعم الشعر جدا، بلس ان هو بيصبغ لون الشعر، فلو انت عندك شيب هيشيلهولك، بلس ان انت لو عندك تساقط او عندك حاجه انا برمم من تاني بصيلات الشعر، فبالتالي حاجه كده رهيبه.
لو انت لسه ما عملتيش زيت الحنه طريقته على القناه قولي لي ابعتها لك، او انت ادخلي على طول على ملف بتاع الشيب هتلاقيها. تمام، انا هنا مش جبراكي، انت مش مجبره يا بنتي على راي راضيه رضوى الشربيني، انت مش ملزمه يا بنتي تستخدمي زيت الحنه. عندك زيت زيتون اشتغلي بيه قشطه جدا، عندك زيت جوز هند، عندك اي نوع زيت شعر عادي، عندك اي هتلاقي، او انا عارفه ان في واحده دلوقتي بتكتب قدامي طب انا عندي زيت فلان الفلاني، ينفع اي زيت ينفع. تمام، وفري تعليقك ده يا بنتي، اكتبي لي انت اموره وخلاص تمام. فاي نوع زيت شعر هينفع. انا هنا استخدمت الحنه عشان طبعا بما انها وصفه شيب فهيبقى امر قوي، بلس ان انا كانت واحده قبل كده زي ما حكيت لكم بتقول لي يا رشا احنا ما شاء الله التسريحه عندنا بقى فيها ولا 30 40 نوع زيت، فدي حاجه تفرحني ومش تفرحني يعني، فاهم عليا؟ اللي هو مش عايزين نعمل فرح ابن العمده على التسريحه، لا احنا عاوزين نعمل كام ازازه زيت، خمسه سته اللي هم ليفل الوحش حرفيا، مش هقعد ارص انواع. فلو حضرتك عامله معايا اي نوع زيت للشيب، احنا عاملين هنا يجي ولا 400 نوع زيت للشيب حرفيا، لو حضرتك عامله اي نوع زيت للشيب هاتيه هنا وكملي معايا الوصفه، شوفي ايه المكون اللي مش فيه وكملي عليه. عامله الزيت المخمر يا قمر هاتيه واشتغلي بيه برده، كملي الوصفه بيه. الزيت المخمر لو انت اول مره تشوفيني للمره المليون بقولها لكم، الناس اللي عملت بروتين وشعرها باظ، الناس اللي شعر ولادها متهالك، الناس اللي شعرها خشن قوي، الناس اللي شعرها مش راضي يطول، الناس اللي كل شويه في التعليقات حاجات غريبه، شعري حصل له ايه، شعري حصل له ايه، الزيت المخمر. تمام، الزيت المخمر هتلاقيه موجود في ملف تعليم الزيوت برضو، هسيبهولك في اول تعليق. تمام، عايزه اقولك ان الزيت المخمر بالزيت اللي موجود ليعالج كل مشاكل شعرك، من تساقط، من تطويل، من هيشاب، من تقصر. طب انا شعري خشن، شعري ناشف، شعري تالف، فات لا بتاعته خشنه يا رشا، عايزاه يبقى ناعم كده اعرف اسيبه، حضرتك عليكي وعلى زيت الموز. زيت الموز هتلاقيه برضو في ملف اسمه ملف الموز، عاملينه بخمس ست سبع طرق وكريمات الموز وحاجات كده قمر في ملف لوحدها، برضو هتلاقيه موجود عندك في اول تعليق. تمام، ممكن تجيبي زيت الموز تشتغلي بيه الوصفه دي زي ما قلت لك، اي نوع زيت عندك، بس طبعا لو كان زيت للشيب هيبقى قشطه جدا. هنا ده زيت الحنه اهو يا قلبي. تمام، هحط عليه ايه بقى، ركزي معايا. تمام، بصي لونه اصلا من جوه قمر ازاي، شويه زيت حرفيا وصل. هحط شويه مكونات، وانت لو في واحد وقع منك مش مشكله. تمام، يعني مثلا سي دلوقتي اول حاجه انا هحطها عرق اسوس. تمام، لو انت ما عندكيش عرق اسوس مش مشكله، بس يكون عندك بقيه المكونات، لو وقع منك ده مش كده، فاهماني؟ يعني انا هقول لك حبه مكونات، ولو وقع منك مكون خلاص مش مشكله، مش لازم تدوري له على البديل، كملي الوصفه زي ما هي. اول مكون هنا هو العرق اسوس. العرق اسوس رقم واحد من الحاجات اللي مسؤوله عن التصبغات، حتى ان احنا بنستخدم اصلا العرق اسوس عشان لو عندك اسمرار جامد في البشره او عندك كلف او كده، فهو اللي مسؤول عن ان بيرجع الحاجه لونها الطبيعي. نفس الكلام لو انت شعرك ابيض، شعرك جالك شيب مبكر، الكلام ده فهيرجع لك تاني شعرك للونه الطبيعي. العرق اسوس من الحاجات التحفه جدا زي ما قلت لك للبشره او للشعر، بيحافظ على اللون الطبيعي بتاع الحاجه. لو انت عندك كلف شديد جدا، عندك اسمرار عليكي وعلى زيت العرق اسوس، هتلاقي طريقته موجوده في الملف بتاع الزيوت برده. تمام، يبقى معايا شويه من العرق اسوس، ولو ما لقيتوش خلاص مش مشكله، كملي معايا زي ما هكمل عادي. تاني مكون معايا وهو المرمريه، او ناس بتقولها ميراميه، او ناس بتقولها سالميه، صح كده بتقولها في الدول العربيه اظن، سالميه. المرمريه او السالميه او الميراميه على حسب الفوناتكس اللي انت بتنطقيه في بلدك ايه. اتكلمنا عنها قبل كده ان من الحاجات رقم واحد لعلاج الشيب، رهيبه او لعلاج الشيب، بلس لو عندك تساقط بتوقفه فورا، لو عندك ثعلبه، لو عندك صلع، لو عندك حاجات من اللي هي الصعبه دي، فعليكي وعلى المرمريه. طبعا من الحاجات الرهيبه اللي انت لازم تجربيها لشعرك. قلت لك قبل كده مش حلو ان انا اكون عامله وصفه وعجبتني فاللي انا لا خلاص هكمل بيها. شعرك يا نور عيني محتاج كل الفيتامينات، بصيلات الشعر محتاجه كل الغذاء. ما تعمليش زي الواحد اللي بيقول انا برتاح قوي في شرب اللبن او باكل زبادي، هقضي حياتي زبادي ولبن. حضرتك جسمك محتاج حديد، حضرتك جسمك محتاج زنك، حضرتك جسمك محتاج فيتامين د، مش هتقضيه كله كالسيوم. برضو نفس الكلام لبصيلات الشعر، مش لا ده انا ارتحت في زيت الموز هكمل مع زيت الموز خلاص، لا ده انا عملت زيت الشيب اللي كان فيه كذا فارتحت، لا حضرتك بصيلات الشعر محتاجه ده وده 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 علشان تعالجي شعرك صح. فهمتي عليا؟ بلس بقى ان طبعا تديري بالك منه في الايام الغريبه اللي احنا فيها دي، شرب الميه ثم شرب الميه ثم شرب الميه. حضرتك اشربي ميه على قد ما تقدري، لان انت خلال فتره الصيف اللي عمره ما حصل قبل كده دوت في الحر اللي احنا شايفينه، هيحصل لك هالات اوفر جدا، جلدك هينشف اوفر جدا، شعرك هينشف، هيحصل لك حاجات غريبه. فحضرتك ما بنطلبش منك حاجه غير انك انت تشربي ميه على قد ما تقدري. تمام، تمام. يبقى معلقه من العرق اسوس ومعلقه من المرمريه. هيجي القنبلة
اللي هي بتاعت علاج الشيب، وكلمتك عنها وقلت لك كان حد قريبي شخصيا وكان عملها على شعره، واقسم بربي كانت نتيجة فوق الخيال. انا كرشا مش انبهرت، انا اتصدمت لما شفت النتيجة. كان زيت الريحان، وحكيت لكم قبل كده عن الموضوع دوت وقلت لك رهيب في علاج الشيب. لو انت عايزة يعني ما عندكيش دول تمام وهتعتمدي بس على الريحان، قمر يعني الريحان لوحده في علاج الشيب قنبلة حرفية، والله العظيم عن تجربة قدام عيني. انا شخصيا لا يعني ما صدقت، قلت بايه معقول ده، ايه ده اللي هو ما كانش في دماغي ان ممكن زيت زي كده يعمل النتيجة المذهلة دي. فبليز استثمري لو انت عندك شيب وعايزة تخلصي، الريحان ما فيش ارخص منه. لو انت فاكرة كنا جايبين كيس قد كده حرفيا، لان ده ورق شجر، اي حاجة فيها ورق شجر بتبقى رخيصة، وكان ب 4 جنيه. فلم يعني لو رحت العطار جبتي مش هقول لك ايه، مثلا جبت بجنيه جبنه ب 4 جنيه قد كده وما خدناش منه، وهو عايزين منه اللي حبه صغيرين، فاهم عليا؟ فرخيص مش هيكلفك حاجه. لو عندك في الجنينه بتاعتك الاخضر ريحان اخضر، اوكي. في النادي بتاع اولادك لقيتي راح زرعت ريحان، قطعي يا بنتي، مالكيش دعوه بالجو بتاع لا تقطفوا الزهور مالكيش دعوه بالجو بتاع لا تقطفوا الزهور ده. ولو في زهور في النادي اقطعيها يا بنتي، علشان هنعمل بيها برضو زيت الورد زيت الورد وميه الورد، ماشي؟ فلو انت في نادي او في اي جنينه ولقيتي ريحان، ما تسيبوش في حاله، هاتيه كده اخضر واشتغلي بيه الوصفه، هيبقى معانا زي القمر. دي دعوه يا جماعه للحفاظ على البيئه تمام كده، تمام كده. لو وقع معاكي مكون من الثلاثه دول مش مشكله، عشان ما حدش يفرضني في التعليقات وانا متفرهده لوحدي، انا وربنا يا بنتي يعني ماشيه بالمسكنات وانت عارفه ما حدش يضايقني في التعليقات يقول لي طب انا ما عنديش ده، طب انا عندي ده. معاكي ثلاثه ولسه هنحط حاجات تانية، ان وقع واحد مش مشكلة، كملي. فاهم عليا كده؟ تمام جدا. مفترض ان احنا بناخد دول كده التلاتة بتضربيهم ضربة في الكبة بتاعة الخلاط او المطحنة بتاعة الخلاط. لو مش عاوزة مش مشكلة، لان اصلا هو ما في الطبيعي ناعمين يعني، فاهم عليا؟ فاللي هو مش محتاج برضو منك مجهود. عايز اقولك ان الريحان بغض النظر عن ان هو هيعمل لك شعرك، هيعالج الشيب، ريحته رهيبة جدا. لو انت مثلا من نوع ايه ده، لا طب زيت الحنه يا رشا انا هستغلسه، طب مش عارفه طب زيت، لا حضرتك ده هيدي للزيت ريحه حلوه جدا، كانه بالظبط زيت عطر يعني، هو الناشف اهو وريحته قمر يعني. حتى كان في فيديو عملت لكم منه كمعطر للبيت برضه، لو انت عايزه ملف تعطير البيت ده هتلاقيه موجود في اول تعليق، ازاي تعطري نفسك في الحر دوت، ازاي تعملي مخمريات سايله، ازاي تعملي مخمريات عاديه، ازاي تعطري بيتك، ازاي تعطري حمامك، ازاي تعطري شقتك، ازاي تعطري هدومك، ملف تعطير البيت هتلاقيه في اول تعليق ضروري تبص عليه. تمام. عرفتي تعملهم الثلاثه في الكبه؟ قشطه جدا. ما عرفتيش ومفرهده زي حالاتي، مفيش مشكله، لان هم اصلا اوريدي يعتبروا مطحونين. هنحط بقى دول هنا كده، قلنا هنحطهم على ايه، على اي نوع زيت عندك. وحياتي النبي ما تساليني في التعليقات وتقولي لي احط يا رشا عندي زيت فلاني الفلاني احطه، عندك زيت ذره حطي، زيت عباد حطي، فاهمه عليا كده؟ والنبي هتلاقي في التعليقات دلوقتي واحده بتقول لك طب انا عندي زيت كده حلو كده، حلو جدا. هنفضي ده، تمام. هننضف بقى الشكل اللي تحت ده عشان مش لطيف. اهو يا سكراتي، هنديله بقى تقليبه ونكمل وصفتنا. الناس اللي لسه ما عملوش تعليقات بليز بالله عليكي تعليقات، علشان خاطر ترفعي الفيديو. انا في الفتره الاخيره طبعا انتوا عارفين ان انا في الفتره الاخيره مش شغاله كما يجب ان يكون، انا كنت بعمل لكم فيديوين وثلاثه وكنت كل يوم بطلع، حاليا ما بقتش اطلع كتير لان اكتئبت من اللي بيحصل. انا بيطلع عيني في الفيديو ببص الاقي ما فيش حضرتك مكسله تحطي تعليق ومكسله تحطي لايك، فاوريدي تعبي بيروح، فبقيت اقول بلاها منها احسن. فبليز عشان خاطري حطي تعليق علشان اعرف استمر. تمام كده، قمر ايدك بقى فيه ولازم تديله التقليبه. عايزه اقول لك اصلا من تحت هو كله حنه، عايزه اطلع لك، استني بس كده، الحنه من تحت لازقه لازقه فظيعه، مش عارفه يعني انت شايفه الحنه اهي، هي اللي تحت دي، بص من تحت عامله ازاي، ده كده كله بهريز حرفيا كده، اللي هو ايه زيت البهريز حرفيا اهو كده، قمر قوي. تمام، وقلبي بقى الحنه اللي تحت، لان ايه كنت عاملاها من مده فاوريدي تلاقيها اللي هي زي لزقت فيه كده كده، قمر قوي، قمر جدا. تمام، هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ حضرتك اللي مطلوب منك دلوقتي تعمليه انك يا اما تاخديه ترفعيه على حمام بخار، او زي ما بيسموه في الدول العربيه هنرفعه على حمام مريم. ففي الحاله ديت هروح بعد ما اسيبه على النار او على حمام البخار ربع ساعه هاخده اصفيه. حمام البخار بيتعمل ازاي يا رشا؟ ان انا بجيب حله فيها ميه وبحط فيها من فوق شبكه مصفه وبرفع عليها البطرمان وبسيبه لمده نص ساعه او ربع ساعه، قولي نص ساعه، تمام. او ان انا بجيب حله برضو فيها ميه وبحط فيها طبق كده بالمشقلب وبحطه هو فوق الطبق لو انا ما عنديش مصفى، ده ينفع وده ينفع.
تمام، او انك انت حضرتك بتشتري دماغك زي ما انا هشتري دماغي برضو دلوقتي كده، وهعمل ايه ان انا هسيبه لمدة اسبوعين. بتروحي حضرتك قافله البطرمان دوت، تمام، بتروحي حضرتك قافله البطرمان ده وترجيه طبعا رجه كده وتسيبيه لمدة اسبوعين. بس حضرتك طبعا لازم بنغطيه الاول بقلب حاجة سودة. شراب جوزك اللي بيزعلك ده بلاش منه، مش عايزين شرابات منه، مش عايزين حاجة من ريحته يا بنتي. احنا خلاص سحبنا السفير، مش عايزين حاجة منه ولا من ريحته ولا اي حاجة عشان الوصفة تكمل وتبقى حلوة. ماشي كده، حلو. حلو رضوى الشربيني ده، حلو رضوى الشربيني ده كده، مبسوطين. كنتوا زعلانين من زعلانين من الشراب. امشي يا شراب، امشي يا ياسمين يا عز. هتحطي اي شنطه سودا او اي كيس اسود او ورقه فويل اي حاجه وتغطي بيها البطرمان دوت، تمام. بعد اسبوعين، خلال الاسبوعين حضرتك داخله المطبخ بتسيبيه في رف المطبخ او في اي حته ضلمه، تمام. خلال الاسبوعين حضرتك لازم تديله رجه، لان لو انا مجرد ما ركنت ده كده 10 دقايق هتبص تلاقي كله روق تحت والزيت بقى فوق. لا انا عاوزه حضرتك كل يوم او يومين، عارفه لما بتعملي فسيخ كده وتدخلي كل يوم تقلبي عليه، ده نفس الكلام. ادخلي حضرتك كده كل يوم او يومين اديله رجه وسيبيه، اديله رجه وسيبيه، تمام كده، تمام كده كده، حلو جدا. ويعدى معانا الاسبوعين. بعد اسبوعين يا نور عيني هتروحي فاتحه البطرمان، طبعا ما شاء الله هتلاقي لونه حتى اكتر من كده. يعني انا دلوقتي عايزه اقول لك اصلا ان لونه خرافي، فما بالك بقى لو ابدا يعني عدى اسبوعين كمان. بص لونه كده عامل ازاي، بصي شايفه لونه روعه، فما بالك بقى للصفه. طبعا ده الصفه كويس جدا، هتصفيه بمناديل مبلله او بشاشه ضيقه عشان تعرفي تنزلي منه كل الحنه وكل الحاجات اللي فيه، مش هيتصفى بمصفى. ماشي، ديري بالك من الموضوع دوت، بمناديل مبلله يا جماعه او بشاشه او بطرحه قديمه، عاوزاه يتصفى كويس لان اهو عشان برضو فيه بقايا حنه فما تفلتش منك في المصفى، فاهماني؟ بعد ما نعمل كده يا نور عيني وخلاص صفيناه بقى قمر قوي وعدى الاسبوعين وعتق، حضرتك هتروحي على الصيدليه وتقولي له انا عاوزه شريط فوليك اسيد. شريط فوليك اسيد دوت اتكلمنا عنه كتير وقلت لك في بدايه الفيديو، قد يكون نقص الفوليك اسيد عندك هو سبب من اسباب الشيب، ممكن يكون النحاس نقص من اسباب الشيب، ممكن يكون الزنك نقص من اسباب الشيب. فوليك اسيد ده اي رشا كنا بناخده اول 4 شهور من الحمل، فحضرتك هتلاقيه موجود في الصيدليه الشريط ب 3 جنيه مش بحاجه وفي 10 اقراص. هتفتحي قرص او اتنين وتدقيهم وترميهم هنا، انا خلاص صفيته بقى متاح للاستخدام. هروح حاطه برشام الفوليك اسيد ده طحناه وحطاهم هنا عليه. الناحيه الثانيه علشان خاطر الناس اللي هو احنا دلوقتي حاسه في الصيف وشعرنا اصلا اوريدي ناشف جدا وشعرنا متهالك وفي جفاف غريب كده، فحضرتك حطي لي معلقتين كده حلوين من الجليسرين يدوني بقى ترطيب وتروى لشعري كاني كده حولته لصيره، تمام كده. يبقى هتحطي قرصين، ما بيتحطش الجليسرين دلوقتي، بعد اسبوعين بعد ما يتصفى عشان ما اجيش فرحتي احط جليسرين اجي اصفيه اضيع نصه، فاهم عليا؟ لا خلاص الزيت جاهز للاستخدام وصفيته بقى قمر وما فيهوش اي شوائب وطالع كده عسل اسود كده وقمر، حلو قوي. هتحطي عليه فوليك اسيد وهتحطي لي عليه نور عيني معلقتين من الجليسرين، حلو كده، حلو كده. طيب يا رشا انا بقى شغاله تجاري، او انا يا ستي عايزه اعمل كميه لان انا عندي موضوع الشيب ده مبهدلني وعند جوزي وعند ولادي، فعايزه كميه والجو حر زي ما انت شايفه وخايفه انه يتلف مني. حضرتك في الحاله دي هتحطي لي 3 أو 4 وحدات من المسمار او اللي بنسميه القرنفل، عارفه القرنفل انتوا عارفينه اللي بيسموه مسمار، اللي هم في الدول العربيه بيسموه مسمار. فتاخدي الحبات بتاعت القرنفل دي زي ما هي كده سليمه 3 4 ارميهم في الوصفه، منه حلو هيعتق في الزيت، الكلام ده بعد ما تصفيه، منه حلو هيعتق في الزيت وهينزل لك فوايده. القرنفل بيجدد خلايا الشعر وحاجات كده لا بلا بلا كتيره للشعر، بلس ان هو ماده حافظه رهيبه لو شغاله تجاري او لو انت عاوزه تحتفظيه من الحر ده ما يتلفش منك، تمام كده. اظن مفيش اسهل من كده. عملنا الزيت، فات اسبوعين، حطينا الفوليك اسيد، حطينا الجليسترين، حطينا 2 3 من القرنفل عشان ماده حافظه وفي نفس الوقت برضو استفاد من فوائده، وزي ما قلت لك وقع منك مكون مفيش مشكله كملي الوصفه عادي. شويه زيت حرفيا بذمتك زي ما قلت لك قبل كده، بذمتك ودينك، ومش هنطلق الراجل النهارده، هنسيبه على هنسيبه على ذمتنا النهارده بذمتك ودينك بدون قسم وبدون حلفان ولا ايمانات. حبه زيت فعلا وصيه، اللي هو بقول لك اصلا ده انت لو اكتفيتي بزيت ده انت لو اكتفيتي بالعرقسوس لوحده رهيب، الريحان لوحده قمر، المرمريه لوحدها او الميراميه لوحدها رهيبه، فبجد جربيها هيعجبك جدا.
ضروري تبص على اول تعليق، لان في حاجات حلوه قوي. عندك ملف اسمه ملف العروسه، في اقوى الوصفات للشعر، اقوى وصفات ازاله الشعر، اقوى وصفات للتفتيح، عندك ملف تنظيف البيت. فضروري تبص على اول تعليق عشان تشوف الملفات. والناس اللي لسه ما عملتش لايك او تعليقات، لايك بالله عليكي، وارفعي الفيديو وتعليق قمر زيك، وقولي لي رايك ايه في زيت القمر ده. وما تنسيش تختم الفيديو بالصلاه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.